بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتجودوا فإن خير زاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم فإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تهشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألاذ الحصام، وإذا تولوا سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذه العزة بالإثم، عزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في سلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينة فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلمات من الغمام والملائكة، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.